أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفصل. خليني دلوقتي يعني أستقبل زميلتي اللي هتشاركني في تقديم البرنامج على مدار الموسم ده، زميلتي الإعلامية ألانا محمود. أهلا وسهلا يا ألانا. أهلا بيك أستاذ. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك، أنا فرحانة جدا بجد إن أنا يعني هبقى جزء من برنامج ترند الجزء الثاني. الحقيقة يعني الفترة دي بالذات مسيطر حالة من الحزن، عشان طبعا فقدنا الفنانة رجاء الكداوي. طبعا هي كانت فنانة قديرة جدا، وقبلها كنا فقدنا برضو الفنان حسن حسني. طبعا يعني احنا حالة من الحزن مسيطرة بقالها فترة، ان شاء الله تكون اخر الاحزان، وان شاء الله ما نفقدش حد عزيز علينا تاني، وان شاء الله دايما الحالة الفنية تفضل مستقرة وسط حبايبنا وسط ناسنا. خلينا نقول ان دايما اجيال بتسلم اجيال، رحيل الفنان حسن حسني ثم الفنانة رجاء الجداوي، طبعا يعني قيمة وقامة فنية كبيرة لا أحد ينكرها، لكن ربنا إن شاء الله يرفع عنا هذا الوباء والبلاء ويحول هذه المحنة إلى منحة بإذن الله تعالى. لكن خلينا بقى نخرج شوية من جو الحزن ونيجي بقى دلوقتي للوجوه الجديدة. إحنا دايما بنقول الريادة للشباب، حتى الريادة الفنية إلينا. فخلينا دلوقتي نستقبل بقى ضيوفنا في الاستوديو الشباب الفنانين. خلينا نستقبل الفنان ياسر ابو العلا. اهلا وسهلا ياسر. وطبعا نستقبل ضيفنا الشاعر الشاب محمد رودي. اهلا وسهلا محمد. اهلا بك يا شباب. طبعا في الاول كده انا عايزه حضرتك تعرفني، بدات رحلتك ازاي؟ يعني درست الاول تمثيل ولا ما درستش تمثيل؟ هو مجموعه خبرات اكتسبتها من خلال مسرح الجامعه، يعني كانت البدايه مسرح الجامعه، وكانت كنت بعمل سكتشات وحاجات زي كده. كان عندنا مهرجانين في السنه، مهرجان ترم اول ومهرجان ترم تاني. تمام. فانا كنت طبعا لازم اشارك فيهم، وفي نفس الوقت كنت بعمل سكتشات بقى وحاجات كتير. يعني مثلا ممكن اكون في قلب المدرج كده، بعد ما الدكتور يخلص المحاضره استاذنه بعد اذنك انا ممكن اعمل سكتش مش عارف ايه، وكان بيرحب جدا بصراحه. يعني كان كل فكره جريئه، ودي بتتطلب فنان فعلا، يعني فنان موهوب طبعا يا استاذ عبد الرحمن، بيتطلب طبعاً منه الجراءه الاول، وبعد كده يبتدي ان هو يدخل في الموهبه بتاعته. اكيد ده كان بيكسبني خبره كبيره قوي. طب خلينا ده برضه احنا عندنا محمد رادي، وهو احد يعني الشباب الشعراء، وهو بالمناسبه هو وكيل نادي ادبيات بجامعه الفيوم. محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا عبد. عايز اعرف يا محمد، انت بدات بقى رحلتك للشعر ازاي، وقدرت خلال يعني سنوات قليله ان انت تحصد او تحتكر بمعنى اصح المركز الاول على مستوى محافظه الفيوم في الشعر، والمركز الاول على مستوى شمال الصعيد؟ احكي لنا اكتر عن التجربه. والله في البدايه كانت تجربه من اولى ثانوي، يعني كانت من اولى ثانوي انا عمال افكر انا بكتب، انا اللي بكتبه ده، لحد ما وصلت للجامعه، مرحله الجامعه، وكانت هي المرحله الفيصليه ليا بمعنى صح. اولى جامعه دخلت مسابقه اسمها مرور الشعراء، دخلت يعني انا حاولت اقيس نفسي على المستوى اللي هم فيه، لقيت نفسي ان انا ما ينفعش ادخل في المسابقه، وفعلا اخدت يعني ايه حاجز ليا، لان ازاي ما اقدرش اوصل للمرحله اللي انا اوصل حتى ادخل المسابقه. قررت السنه اللي بعدها ادخل تاني في سنه تانية، ولكن بشكل مختلف جدا، ولكن برده ما صعدتش. في ثالثه انا حاولت، لا قلت لازم اعمل حاجه، وبالفعل حاولت وخدت مركز خامس. فانا كل ده كان بالنسبه لي حاجز دافع نفسي ان انا لازم اخد حاجه. جيت في رابعه خدت مركز تاني على مستوى الجامعه في امير الشعراء، وصعدت وقتها ابداع. ما شاء الله. وفي الوقت ده انا ضغطت ابداع مرتين، ابداع مركز الشباب وابداع الجامعه، وبعد كده رجعت طلعت تاني ابداع الجامعه، وانطلقت بقى من هنا البدايه. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب خلينا بقى نرجع نشوف المواهب بسرعه عشان الوقت اخذنا. تمام. حضرتك بتقلد وممثل الاثنين مع بعض، ومخرج يعني كمان. ومخرج كمان، فنان شامل. طب انا عايزه اعرف يعني انت مشيت ازاي ستيب باي ستيب كده، يعني من ممثل لمقلد لمخرج؟ هو في البدايه خالص ممثل، شويه شويه بقت اكتب سكتشات بسيطه كده، كان بيبقى فيها مضمون وفكره. تمام. وبعدها بدا التقليد يجي، وبعدها بعد ما خلصت فتره الجامعه اللي هو لقيت نفسي ما ينفعش ان انا امثل، لقيت نفسي بخرج بقى. اللي هو برضو يعني على حسب الخبرات برضو اللي انا اكتسبتها. مش عايز تخرج بره الفن؟ وحتى في الفتره بتاعه الحظر بقيت اعمل اداء صوتي للكرتون، اداء صوتي للكرتون بكار، بوصل رسائل بسيطه كده للاطفال يعني من خلال. انا بقول ان احنا ممكن ايه نشوف والجمهور يحكم. يلا وريني. هعمل دلوقتي فقره تقليد. تمام. الفنان اسماعيل ياسين كان جاي زيه زي اي حد هنا يحضر البرنامج ويتفرج. هو جاي على البوابه بيبص كده في جيبه ما لقاش التصريح. التصريح بتاع اسماعيل ياسين اتسرق، فشك في مجموعه بقى من الفنانين الموجودين. تيجي نشوف ايه اللي حصل. يلا بينا. يا اسماعيل ياسين ايه اللي حصل معاك؟ يا حلاوه
والنبي يا اخويا ما تقوليش ايه اللي حصل، لاحسن ده انا هقول لك سوف وحيث وكيفما. والنبي يا اخويا داخل من عند البوابه كده زي اي حد، ببص ما لقيتش المحفظه، اتسرق منها التصريح. يا بوليس يا شاويش يا ماما. طب ايه ده يا اسماعيل، طب شاكك في مين؟ والنبي يا اخويا كانوا كتير، حتى منهم الراجل اللي اسمه يوسف بيك وهبي، روح اساله. يا استاذ يوسف بيك يا وهبي، فين المحفظه؟ ايه للهول يا للهول يا للهول، فين يوسف بيك وهبي؟ اتسرق في تصريح ومحفظه؟ يا للهول الحقيني يا ست ماري يا منيب. اه ها يقطعك النيله، بيسرقوك يا موكوس. اه ده بيسرقنا انا كمان، يقطعك ست النيله. اه يا نسناسه انت، شكلك انت اللي سرقته. والنبي ما في غيره، الجزار اللي اسمه بوحه. يا بوحه فين المحفظه؟ انا سبح يعمل حاج، انا انت جاي تسرقني في محفظه بقى وجاي تسرقني في تصريح؟ انا بدات بدخل السلخانه يا جدع من غير تصريح، علي نعمة معلم فرج بيذبح من غير تصريح يا جدع، انا جاي تسرقني انا في تصريح؟ انا طب انا هغني والشده المساعدين يغنوا ورايا، ماشي؟ سيد يا سيد، انا بيغنوا يا جدع بس اهدى انت. طيب يا عم بوحه، مين طيب اللي سرق؟ العيل ولية الشرير اللي اسمها الخاله نوسه. يا خاله نوسه فين المحفظة والتصريح؟ الله 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 الله، احنا طلعنا على التلفزيون يا واد، عندنا فضائية عندنا فضائية، يلا يا واد انزل بالاعلان الجديد كده لكل محب الخالة نوسة ومحب الدجل والسعوة. لا استنى انت دلوقتي، اذا مايكا جاله كورونا؟ لا اله الا الله. طب والنبي يا واد ابعت له بخاخ، 70 مسا يكفيه، النبي يتحرق قبل ما يطلع جهنم. طيب والنبي هات له بير بترول وغطسه كده، والنبي ما هينضف ابدا، هو طول عمره دمرام كده. سالني انا، النبي كان عايز يجي البرنامج هنا بس انا خفت عليك انت، ها؟ وخفت عليك انت كمان يعني جاي معايا انت. يا وحياتي النبي مانا يا جدع، الا هو ما فيش غيره. عاشور صلاح الدين ناظر مدرسه عاشور. يا سياده الناظر فين التصريح والمحفظه؟ انا عاشور صلاح الدين ناظر مدرسة عاشور اتسرق في تصريح، الحقين يا ست جواهر. يو واد يا صلاح، واد يا صلاح، اصل الواد صلاح كان عايز عروسة وانا كنت جاي عشان ادور له على عروسة. واد يا صلاح عندك فاصوليا بيضا حمدت، ابقى اطفاها بلا وكسة، وهم يوم ما يسرقوك في محفظة بلا وكسة عليك. انت عايزة تنعطيني؟ عايزة تجنيني؟ عايزه تفرحي ابنك السائط؟ هو يعني هو سقط من قليل، ما هو من وكستك فيه بتنجحه كل سنه من غير لا مذاكره ولا امتحانات بلا وكس عليك. انت عايزه تنقطيني؟ عايزه تموتيني؟ قادر ربنا ياخدك وانت واقفه. مش هياخدني، ها؟ مش هياخدني، انا حلوه فله وبيضه وقشطه. طب كده بقى مفيش غيرك يا عم حسونه. حسونه بيتسرج يا رجاله، حسونه صاحب بكر ورشيده بيتسرج، الحقوني يا جماعه، داني بقت حرامي، حسونه بقى حرامي، علي النعمه مانا يا جدع. وبعدين بقى، وبعدين كده مفيش بقى غير الست هند رستم. يا هند يا رستم، ما شفتيش التصريح كده ولا كده؟ كده برد يا سونه يا خاين، ما تسالش فيها. اهبدك اموت في هواك، هستناك العمر كله. لا بقى كده كتير يا اسماعيل يا ياسين، مفيش ولا واحد فيهم. يا حلاوه، يعني انا كده يا اخويا اتسرقت بلوشي؟ استنى كده، انا افتكرت ان انا ما روحتش هناك من اساسه. شكرا، باي باي. شكرا. الله ينور. يعني عايز اقول لكم موهبه عظيمه. عايز اقول ان ياسر بجد، انا من اول ما قابلته في جامعه الفيوم يمكن كان ليا ذكريات كتير مع ياسر، و توثيقا بقى للحظه ان انا اللي قلت لياسر انت فيك موهبه ولازم تبتدي في التمثيل. فان شاء الله كده يعني اشوفك نجم كبير في مجال السينما. لا في حاجه ملفته جدا بقى، يعني هو حتى البادي لانجوج بتاعته ماشيه مع الكاركتر جدا ما شاء الله بجد، يعني ما شاء الله عليك. وتطلع من راجل لست، دي محتاجه طبعا. انت بتغير تغيير جذري في طبقه الصوت مع التقليد، يعني بجد ما شاء الله عليك، برافو عليك. شكرا جدا. استاذ محمد، عايزين افضل نثر كتبته وبتحبه.
افضل قصيده عامه كانت اللي خدت صوت بها كان اسمها شارع قديم. فبقول فيها: جوه الميدان بيهتف الضوء البريء، تسقط براويز الصور، البرد ايه غير في البدن، استاذ لعن تلميذ ضعيف ما اخدش عنده مره درس، وضلعنا اعمال السنه محشيه طوبه والمطر اول دليل، والارض مخزن للبشر محشور ما بينهم عزرائيل، يطلع لفوق يسكن بساتير ربنا، جمعتلك عناقيد عنب اعصر لي اشرب منهم مناديد كمان، وكتفنا شال ملفوف عليه نص الهتاف، وانا وانت اهو قاعدين على نص الرصيف نضحك لبعض، وعينيها تايهه على الميدان مش شامه غير ريحه القلق، سيبك يا ستي منهم وتعالي شوفي في التعب حوشت كام، تضحك يا دوبك من اللي ضحك بطر هزار، تربط عيوننا ميعاد جديد وقت ما تخرج شمسي من حضن الغروب، قلبي عروسه مزوق الطرحه في ليله فرحها، واقفه تحضر نفسها لميعاد مهم هيتم فوق الظل يفرش ضحكته، يمكن يكون اخر لقى، يمكن يكون الظهر مزيكا بتهبط بالونس فتطوف كفوفنا ببعضها، يمكن ظروفنا جات في وقت الوطن محتاجنا فيه، فاسمع هتاف تمسك ايديا تشدها مستنياك، وانا ريقي غاز كان لسه بيسيل بالدموع وما شفتهاش، الجو يشبه ميه عكره من الرصاص، اصوات بتعلى من الاهات، والانتظار من جوه جوف المعمعه، اكبر عقوبه لصورجي مستنى اخوه، والرعب على مد البصر بيفض بكر الارض من طعم الامان، قناص بيحدف حرقته جوه الميدان، تخبط في قلبي وتنطفي والخوف يبان، تبت يدا الكل يجري من هنا والكل بيودع عشان يمكن يكون الدور عليه، الفوضى كاس عاش يشربوا سكير في بار، الكل غارق مني انا هبقى البطل، الكل شاور من بعيد رافعين ايديهم للممات، الكل فات وانا فت حبي جوا منها يدها، تلمحني مرمي من بعيد تجري عليا بحضنها، بمسح دموعها الشايبه من نور خدها، تنطق تقول اوعاك تسيب، فتحك لها ضحكه تاكد اني هسيب، وانا قلبي متبرع بدمه للطريق، كان حبي ليها ازازه من بيبسي قديم شبعان وفار، واخد مساحه من الطريق بتدل اني راح اكون محراب لحب، من كمنه مبنى من ورود نكتب عليه هذا المكان مقام لثوري حبها، تقطع المذيعة البث عن هذا الكلام وتقول كلام منسوب لدولة حبنا، دايما تملي يخصهم ما يخصناش، اصل النهارده يوم جميل حفلة غنى في العالمين، فبنعتذر عاجل بسيط في شاب مات مقطوع ومخنوق النفس جوه الميدان، يطلع خبير من خلف شاشات الضلال: يا جماعة دول متمولين من امريكان ومنعون ابوهم وامهم، منعونة دي التربية، كان ابنهم صايع بيهتف الميدان، كان الوطن كان ناس بيكنس دمهم، بوصيك وانا قبل ما مات، فرعون ما ماتش في الغرق، فرعون يا دوبك اختفى، وانا هو بقضي خدمتي وانا الرحيل، فاوعى تسيبي قضيتي وقضيتك، اوعى تأمني مره واحده لوعدهم دول كدابين. الله عليك، الله الله. يعني ام محمد موهبه طبعا شعريه، مع موهبه شعريه جميله. خلينا كده قبل ما نختم بسرعه، عايز اعرف رسالتك ايه اللي جايه يا ياسر، يعني نفسك تحقق ايه؟ هو انا من الحاجات اللي انا بحبها نفسي اعمل في حياتي كده مسلسل كرتوني الاطفال يستفيدوا منه، بيبقى يعني راسخ في ذهنهم على طول. ده اللي انا نفسي اعمله. فكره حلوه جدا. وحضرتك؟ انا نفسي اكتب اغنيه. الاغنيه في الوقت اللي احنا فيه بدات تنحدر طبعا بسبب المهرجانات الشعبيه والحاجات دي، فانا اللي انا بسعى دلوقتي ان انا بكتب، احاول اوصل لناس مطربين وملحنين عشان اكتب لهم اغنيه بحيث نرتكب الاغنيه انها بدات تنحدر فعلا ورايحين لمستوى صعب. جايبه الفكره دي خصوصا ان معظم الشباب في السن ده بينجرفوا ورا المهرجانات على طول. لا، المهرجان للاسف هو اخذ يعني مساحه اكتر من مساحته، وبدات الناس تنجرف وراه، لكن واجب علينا كشاعر وكل شباب الشعراء ان يكتبوا اغاني، والمطربين مفترض ان هم يساعدونا على كده، ان هم يقبلوا ده، حتى مش شرط يكون واحد مشهور، ممكن يكون واحد مش مشهور بس بيكتب اغنيه عايز يعبر، بحيث انك يعني دعم الشاب اولا وبحيث ترتكب الاغنيه. انت في عصر الستينات احنا كنا نشوف ام كلثوم عبد الحليم، يعني كانت اغاني والناس كانت بتروح تحضر حفلات ما شاء الله، فدلوقتي احنا للاسف يعني ومنحضر. هو ربنا يستر. ان احنا نلاقي ان في شباب دلوقتي بيهتم بقيمه الكلمه، ان في شباب بتبتدي انها تختار المعاني الجميله، ان في شباب بتحارب المهرجان وبتبتدي انها تلتفت للزمن الجميل.
الجميل. وايضا وجود شباب طبعا يعني بتقدم محتوى ساخر وفي نفس الوقت محتوى هادف وبيقدم فكره للاطفال، في ظل ان مثلا احنا كنا في الفقره الاولى بنتكلم مع الدكتور ان الاطفال عموما من كتر قعدتهم قدام الكرتون وقدام التلفزيون بيكتسبوا يعني عادات سيئه جدا، وهو من الكرتون المفروض هي حاجه بتاعت اطفال بس للاسف اتزرع فيها عادات سيئه للطفل. صحيح. فحلو جدا ان احنا نشوف شباب عندنا دلوقتي قادرين ان هم يصلحوا الفكره دوت وهم شباب مصريين. صحيح. وخليني قبل ما اختم لازم اشكر استاذ دكتور محمد دياب، هو وكيل كليه الاداب بجامعه الفيوم واستاذ قسم اللغه العربيه حاليا، لان هو يعني دائما داعم للشباب، وانا كنت حد يعني من ضمن الشباب اللي هو الحقيقه كان بيدعمنا بشكل كبير جدا، فكل الشكر للدكتور محمد دياب. انا حابب اقول حاجه، فعلا انا حابب اشكر الدكتور محمد دياب جدا ودكتور واستاذ الدكتور مجدي احمد توفيق، الناس دول ليهم افضل كتير قوي على شباب كتير مبدعين. صحيح. وربنا فعلا يبارك فيهم. وحابب اشكر عبد الرحمن برضو انه واقف معايا في حاجات كتير جدا كمدعم ليا في انشاء نادي ادب في الكليه، وكان رئيس واتشرف بده طبعا، واتشرف ان انا معاك في البرنامج. وطبعا اشكر ياسر واشكر والدتي ووالدي وكل الناس. شكرا يعني. شكرا. خليني بقى يا الينا نشكر ضيوفنا دلوقتي، واستاذن الضيف ان احنا هنختم بقصيده لمحمد تكون ختام البرنامج. فبشكرك جدا يا ياسر على تواجدك معانا النهارده. بشكرك جدا. شكرا محمد. بشكرك يا الينا، وان شاء الله يكون موسم جميل ان شاء الله باذن الله. من شارع الصدفه او من مكان ما، بنوته تشبه حور خارجه من الجنه، كان القمر مكشوف، كان الظلام مكشوف من فرط ضحكتها، الحلوة كانت نور أو إلينا بتوزع فرقتها، كان وأنا كنت واقف على الرصيف، كان القمر مكشوف وكان الظلام مكشوف من فرط الحلوة كانت نور بتوزع في ضحكتها، وأنا اللي سابني الحظ زي اللي سابني الحظ واقف. اعتذر عن ال مفيش مشكله، هي معلش مع رهبه الكاميرا ومحمد يعني من اوائل المرات. احنا حسدناهم على فكره انهم كانوا ما شاء الله طالعين دخلت صاروخ يعني ما شاء الله. هو دايما محمد دايما يقول انت بيتوتي، هو بيحب كده العزله اكتر فبيخاف شويه من الكاميرا. مش مشكله، نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله يكون لينا سلسله لقاءات مع بعض ومع اعضاء نادي ادب جامعه الفيوم كلهم. اعزائي المشاهدين، ولهنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اشوفكم في نفس الموعد الاسبوع القادم باذن الله. دمتم في امان الله. تحياتي عبد الرحمن سالم.